المشهد الشهير اللي قام فيه الفنان احمد مكي اللي قلدك بالملعب حصلت معك مع احدى المعجبات شفتها على بالمدرجات وصار في اي اعجاب انت وياها؟ وانا في الملعب حصلت في الملعب. يعني حصل شيء بيشبه المشهد اللي قدمه احمد مكي؟ المشهد اللي قدمه احمد مكي انا اعرف ان هو قدم المشهد الوحيد اللي هي بتاعت مشكله ميدو. مظبوط، بس ببص كده على المدرجات كان في صبيه بيعمل لها كده بيعطيها بوسه. ضمن المشهد هي بتكون. لا كمان انا لما اكون في الملعب بنسى اي حاجه غير الملعب واللعيبه اللي معايا، لكن ما فيش يعني خليني اشوفه انا. طب خليني اشوف يا ريت. اوكي كوتش، متعادلين 1-1 وانا في الدقيقة 80، هنعمل ايه؟ طلع ميزو ونزل عمر. بس ميزو يا كابتن ده انت هتناقشني ولا ايه؟ انت اتجننت؟ اخفي من وشي ساعتها انجز. انا القائد وليه وجهة نظر. ليه؟ ربنا يلطف على الماتش. ماله الواد ده؟ في ايه؟ ينفع كل مرة تطلعني كده؟ ينفع؟ هو ايه اللي كل مرة؟ في تغيير يعني يطلع بره؟ ايه؟ ايه؟ بعدين بقى في الصداع ده، أنا غلطان حطيته في التشكيل بشعره ده. في ايه؟ في ايه؟ اطلع بره اخلص، الله، في تغيير يعني يطلع بره، انجز. انزل أنت يا عم. وسع كده وسام. أنت جنيت بتضربني ولا إيه؟ اسكو كويس يا بعين وعافية. ليه؟ طلعتني ليه؟ عملت ايه؟ انا قائد بمزاجي، اطلعك انزلك بمزاجي. ليه؟ علق دولي اخفوه من وشي. ليه؟ ده بصاصه. الله يبيسك. انا قائد بمزاجي وعندي وجهه نظر وهتشوف. الله الله، بعينه هيعملها ولا ايه؟ صح. عمرو زكي جبته من أمي. أنا صح، أنا صح. طب ده كلام، ده هو ولا هنا ملعب ملوش لازم ولا بفوت الظلام فيه. الملعب ملوش لازم. لا ده ما لا ما 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 لا ما حصلش الكلام ده. طب والعمل ايه؟ نرجح ميزو؟ انا صاحب القرار. هو فاضل قد ايه على الماتش؟ دقيقتين. افتكرت المشهد ايه؟ بس مش معايا المشهد ده، ما حصلش معايا يعني. بس أنا كوميدي. كوميدي بجد. هي كوميدي، وهو عملها برضه كحاجه كوميديه، لكن لما بكون في الملعب ما تبقاش في حاجه تشغلني بعيد عن الملعب خالص. مفيش اي حاجه بتشغلني بعيد عن الملعب. بس بعيدا عن الملعب بنعطي لا معلش، كل حاجه بوقتها. بوقتها. كل حاجه بوقتها. انت